إذن نعود إلى الجزء الثاني من هذه الحلقة مع الأستاذ فتحي العيوني، ونتعداو للركن الموالي اللي هو هل تجرؤ مع فتحي العيوني. في فتحي العيوني هل تجرؤ هو ركن الفقرات أو الأسئلة نتاعو فيها ثلاثة احتمالات، سؤال وثلاثة احتمالات ودقيقتين وقت باش تجاوب السؤال، تختار من الأجوبة ثلاثة احتمالات وتقول لنا علاش اخترت، وغالبا يكون فما جواب قريب للجواب اللي نعرفوه أو نتوقعه. فتحي العيوني، كيف تقدم نفسك سياسيا؟ هل أنت واحد لست نهضاوي ولكن، فما جماعة يسميهم لست نهضاوي ولكن، اثنين نهضاوي دون انتماء وانخراط حزبي، ثلاثة متعاطف مع النهضة وقريب منها وصديق؟ ثلاثة. ثلاثة صحاح؟ لا، رقم ثلاثة. ثلاثة. أي رقم ثلاثة. أنت متعاطف مع النهضة وقريب منها وصديق للنهضة. نعم. وباقي ماكش نهضاوي. لا لا لا، مش نهضاوي. لا 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 لا، علاش؟ شوف، متعاطف مع النهضة يا رسول الله. نهضاوي هو شرف لا أدعي، واضحة؟ أما متعاطف. متعاطف إيه؟ إيش معناها متعاطف؟ يعني نهضاوي ولكن. شو؟ أمشي أقول لك أنا. النهضة هي راهو قبل نهار كي تخلقت النهضة هذية. لست نهضاوي ولكن، مش نهضاوي ولكن. لا لا لا، لست ما أغزر. لست نهضاوي ولكن. أنت نجم تقول لست نهضاوي ولكن ممكن. نجم تكون. نجم تكون. نجم تكون. أنا إيش قلت؟ النهضة راهي قبل ما تكون هي راهي. نفرقوا بحاجتين. يعني أنت تاخذ من النهضة. نفرقوا بحاجتين. شو نفرقوا بحاجتين؟ لا 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 لا. وحصنتها. شو. وحمايتها. لا 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 لا. وما تاخذش الانتماء. يهديك. انا محامي راني وعندي حصانتي السياسيه بتبيعتها من عند عملها لروحي، ما نسحقها من عند حتى واحد. انا النهضه، كي نقول لك النهضه، شنو هي النهضه؟ النهضه يجب نفهم الناس، النهضه هي مشروع وطني، مشروع وطني يعطي تصور كامل للبلاد. نهار كي اقرا ادبيات النهضه، كي نهار كي تخلقت شنو بالضبط، انت قريتها وماكش نهضاوي، ولكن انت تعرفها وماكش نهضاوي. الفرق بين حاجتين، بين هذا المشروع المكتوب وبين الشخوص الذي تمثله. اليوم للأسف الشديد، اليوم فما برشا، يمكن خاطر كبرت العائلة متاع النهضة ودخلت لها برشا ناس في وسطها اللي ما هيش في مستوى المشروع هذاك، شوهت شوية النهضة. ولكن أنا مع النهضة في المشروع متاعها، متعب لكن المشروع متاعها، سمي روحك متعب، الدفاع عن الهوية، المحافظة، الدفاع عن القيم، بناء الدولة، حماية الوطن، حماية الهوية، هذا المشروع متاعها اللي نمن به أنا. أما بقاها زيد ولا عمر، كان جيت نهضة وش تقول؟ كان جيت نهضة وش تقول عن النهضة؟ ش تقول فيه؟ قصائد، أناشيد، قصائد عشق، شوف تمجيد. اللي باش يجي، اللي باش يقولوه توا أصحابها النهضة، عندهم أنت عندهم اعتبارات أخرى يمشوا به. أنا ما عنديش اعتبارات هذه، لست لا طامعا فيها ولا راغبا منها ولا الوقت. عندي شيء. انتهى الوقت. السؤال الموالي فتحي العيوني، هل ترى أن راشد الغنوشي واحد يجب أن يعتزل ويبتعد ويختفي من السياسة؟ اثنين البلاد محتاجة له ويجب أن يواصل نشاطه السياسي؟ ثلاثة يجب محاسبته والتحري في ثرواته وما ارتكبه إذا ارتكب؟ والله إيش نقول لك؟ دقيقتين عندك للإجابة والتعليل. بالنسبة للمرحلة هذه توا يجب أن يعتزل ويبتعد ويختفي من السياسة. الجواب الأول في المرحلة هذه، المرحلة هذه، المرحلة بالذات، لأنه تو ما عادش عنده مكان في المرحلة هذه. ما هو كل مرحلة ما عادش عنده بلاصة. لا، ما عندوش بلاصة تو في المرحلة هذه، ما عادش عنده بلاصة في المرحلة هذه. لأن هو اليوم حتى ولو مع تقديري إلى مستواه وقيمته كذا آخره، لكن حتى من 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 جانب آخر هو يحجب الكفاءات اللي عنده ويحجب الطاقات اللي عنده وإصراره على البقاء والتواجد في السياسة. ايه؟ والنشاط. ايه؟ شو تسميه؟ والله يعني خطأ. 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 نعتبره ذي ما يليقش به. هو إنسان في مستوى آخر. هو إنسان مفكر. هو تخل للموسوعة الفكرية الإسلامية، مجدد، ولكن ما هوش السياسة. فما عندها أدبيات، عندها إكراهاتها تجعله في عديد من الأحيان وصلت وجوده يضر ويضر تونس، يضر ويضر تونس.
يضر ويضر تونس. دونك معناتها لمصلحة تونس ولمصلحته هو. نعم. راشد الغنوش يلزم ينسحب من الحياة السياسية. ينسحب من الحياة السياسية. نعم. واضح. نعم. السؤال الموالي. إذا فازت عبير موسي في الانتخابات وحكمت البلاد، هل واحد تهاجر من البلاد معتزلا الشأن العام، تعارضها وتناضل ضدها بكل الوسائل، تساندها وتدعمها متفائلا بحكمها؟ والله بين الأول والثاني، لأنه ما عادش تتعاش البلاد وقتها بصراحة تامة. بجهرب ما عادش تتعاش البلاد. نجم توصل تهاجر؟ لا وقتها ما عادش البلاد تتعاش. إذا حكمت عبير موسي؟ طبعا طبعا طبعا. يعني ما يجاله التوانسة للأسف الشديد اليوم الكثير والكثير، وربما اليوم إذا كان مصيبة قد تحل بتونس، أنه الحزب هذا ومن وما تمثله هذه المرأة خطر على البلاد. فين يكمن الخطر؟ خطر لا أنا هذه هي معناتها خطر أو هات أفسلك الخطر وين؟ هي أخطر منك على البلاد مثلا؟ هذا يقولوه أنصار. أيه. يقولك فتح العيوني يمثل خطر على البلاد. وانا فاش مثل خطر على البلاد؟ على الدولة، على الجمهورية، بشوية بشوية على قيم الجمهورية بشوية ساعة. هذا أنصار فتح العيوني. استنى خليني نقول لك انا. يقولك انت اخطر يا ودي هذه مارست على بالعكس سمع. يقولك عبير موسي عبير موسي جاءت لتخلص البلاد من امثالك، من فتح العيوني وامثاله. به صحيح صحيح باش تخلصهم من امثالي، لاني انا ديمقراطي ودافع عن الحريه. شو عاد خلينا نكمل لك. هذه عبير موسي ساعه قبل كل شيء يهديكم ربي نفهموا بعضنا. هي محاميه وانا كنت محامي وانا زميل كاتب عام وكنت نعرف الطنجره شفاه شفاه شنو الطنجره. فهمتني؟ ما تقعدش تحكي بالالغاز. هذه كانت يا سيدي من كانت فما خاليه، التجمع كان عنده خاليه. الخاليه هذه هي مرتبطه بشكون تخدم مع شكون تخدم مع الداخليه طول. تخدم مع من الدولة، تخدم مع الفرق مع 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 المختصة، كانت تهدد المحامين. أنت محامي تعكسها تعملها كذا، يا أخي تقول لك أنا بعثك المختصة غدوك. يعني هذه حق تساءل قدام ربي وقدام التاريخ، قداش من محامي دخل الحبس في جرتها، قداش من محامي دمر تحياته، قداش من محامي تكسر في جرتها. يعني راهو ما تنساوش هذا التاريخ. هذا اليوم هذه باش تحكم تونس، هذه لا تؤمن بالحريات، لا تؤمن بالديمقراطية، لا تؤمن بالتعايش، لا تؤمن بالآخر. هذه الكل ما تنجمش تكون اليوم هذه مستقبل يا تونس يا أخي. اليوم تونس اليوم تونس العيوني. تتطلع للمواطنة للسلم الاجتماعي يا أخي، للتحابب بين الناس. شو الكلام هذا؟ سامح. شو هذا؟ فتح العيوني. أي؟ يعني توصل تقول أنا لو كنت تشد عبير موسي الحكم. أي؟ يمكن نهاجر منها البلاد، نهاجر منها. ممكن عمي. أي؟ مش أنا بركة نقول لك جدا. لا نقول لك أنا نقول لك اليوم كان. اليوم المرأة هذه كل اليوم من يؤمن اليوم المرأة كل من يؤمن كل. كل من يؤمن بالديمقراطية وبالحرية يهاجر من البلاد هذه. المرأة هذه نقول لك أنا من تو. المرأة هذه حزبها ماي. يحتل المرتبة الأولى في صبر الآراء. صبر الآراء بتاع شكون؟ عنده سامحني عاد بتاع شكون؟ يا أخي بتاع سيجما كونسي. لا مش كان سيجما. شنو؟ أنت تشوف خي سيجما كونسي ما نعرفوش شنو. عندها شعبية. شنو؟ شعبية جارة. أنت نهار عمرك نهار سلك مرسم بتاع صبر الآراء قال لك شو رايك في حاجة؟ عنده مجموعاتهم يقيدوا في بعضهم وحدهم شو؟ صدق صبر الآراء. سامحني عاد. شنو تقول لي؟ نشوفوا عاد نقيموا زاد الواقع. أي. عبير موسي معناتها عندها شعبية كبيرة في تونس. عندها مئات آلاف توانسة وراها. إلا ما قلناش ملايين. بالطبيعة أخي تو هي من هي منين جاية هي؟ تي جاية من التجمع هي. التجمع. شو يمنا أي؟ أي مش شنو تو هو الماكينة القديمة. اللي كانت تتمعش من التجمع اللي كنت تبعتها شنو؟ يا سيدي حسستني الناس هذوما اللي كانت تتمعش منها. أنت جاي من لا لا من الحزب الديمقراطي التقدم لا 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 بعد الثورة. هي حسستني هك. من شنو أخي أنا ما جاي من الشعب نتاعها أنا؟ يا سيدي هذه ما كانت هذوما جماعة الشعب يا أخي وجماعتك العمد وجماعتك في جزء شنو تقول لي أنت؟ هذوكم هما يا عمي تؤذي في جزء. شوف شوف نقول لك أشكون؟ هذوما الصبابة والطماعة والانتيازية. هذا هو الكل مش بيك يا ولدي. شو تطوري فيا تو شكون هما يا اخي؟ شو تقول لي كلام هذا يا اخي؟ سامحني شو احترام من احترام ناس جزء من التوانسه انه مسببه هذوما ناس لفظهم مش انا قلت لفظهم التاريخ القضاء سامحني تتكلم القضاء يوم 9 مارس 2011 وعادت قال وعادت وحكم وحكم القضاء قال وعادت من قال ولا اعتدوا على الشعب ولا مقدرة الشعب. خلينا قلت القضاء قال انا لهنا شو هذا؟ انا شنو هو وظيفتي؟ انا محامي الشيطان. الصحافي هو محامي الشيطان. دافع الغائب
وعادت من الباب الكبير وأصبحت الأولى في 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 صبر الأرى، وأصبحت لديها شعبية كبيرة، وأصبحت مرشحة لحكم البلاد، وأصبح عندها حزب فروعه في كل مكان، وأصبح عندها أنصار بالآلاف نشوفوهم في اجتماعاتها وفي بفضل شكون؟ بفضل الفشل نتاع المنظومة اللي أنت تدافع عليها وتساند فيها وتنتمي لها. أنا ما عنديش سؤال، أنا ما دفعت على منظومة ولا انتميت للمنظومة. أعطيناك شوية وقت ملي فضلك من السؤال لك. لا خلنا نحترمه. تفضل ميساش تقدم ميساش نقدم. السؤال الموالي فتحي العيوني، تستقيل من رئاسة بلدية الكرم إذا تم تعيينك وزيرا، ترشحت للانتخابات الرئاسية، عادت البلديات إلى سلطة وإشراف وزارة الداخلية. هي عادت البلاد تولي سلطة وإشراف وزارة الداخلية تو. مش كامل، مازلت ما ألغيتش مجلة المجلة، مازلت تخدم روحي بالطبيعة تو، عادت بالطبيعة وما مريتش أنا شكل كبير برشا لحد بالنسبة لي. إذا تعينت نهار وزير، ضحي برئيس البلدية من أجل وزير ولا؟ مش هذه القضية. أنت عندك اليوم رزنامة نتاع أهداف تحب تحققهم، نهار اللي نحققهم بالطبيعة نجم نمشي أي مكان. نهار قالوا لك تعينت وزير، هاني قلت لك ضحي برئيس بلدية ولا؟ وأنت مازلت ما كملتش برنامجك يا أخي، مازلت معناها تخدم على روحك، ضحي ولا؟ لا لا من مش هكا الكلام، مش هكا سي سمير الكلام. لا الكلام انت ما تعرفش شنو عندي، شو الالتزامات اللي عندي. يعني غدوة شو اللي عندي التزامات؟ غدوة فتح العيوني غدوة مثلا عيطولي ما نمشيش تو غدوة، ما تمشيش غدوة لا. رئيس بلدية لانه رئيس بلدية اليوم عندي التزامات وعندي مشاريع وعندي ما حاجبش ننجزم، وعندي ناس حقوقهم مرتبطة بيا، يلزمني اليوم نوصلهم لحقوقهم الساعة. عندك ناس رافضينك زي البر الأمان؟ لا مثلا ما حد رافض. لا عندك؟ لا ما عندي حد رافضني. لا ما عندي حد رافضني. عندك تم اقتحام البلدية؟ لا من عصابة لطردك من البلدية. سامحني ساعة، سامحني يا سي سمير. ثم ناس ضدك في منطقة الكرم. سامحني اي اخي، شمعنى ما انت ده واحد يعرضك يعملك بركاش في ثنية تولي حرب، تسمى حرب أهلية؟ دي بركات ما عملولكش بركات. لا دي عصابه يا ولدي، هذيك ربي انا عصابه من شنو؟ تيمو الحريفين شنو الكلام؟ قالوا على احنا شكون انتوا في الاهالي ولا من السكان؟ خرج ضدي انا كلام هذايا بالاجماع في الكرم غاديك اليوم المجلس البلدي هذايا بالاجماع ورئيسه بالاجماع يحظى برضا المواطنين الكل غادي والسكان الكل الكل اجماع بالاجماع. حسبتهم بالاجماع؟ حسبتهم لو كان تلقى اليوم شكون مواطن يجي يقول لك رانا احنا ضد فتح العيون وضد مجلس البلدية ايش حاسب؟ ملا اعتداد بالنفس. مش اعتداد بالنفس، هذا اعتداد. شفنا فيديو فيه لا. ناس شفنا احتجاجات، شفنا هتافات ضدك. لا 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 هذوما ناس عصابه من المنحرفين يا ولدي. تحمل مسؤوليتك، عندهم مشكلة، عندهم مشكلة، انتم باش توقفوا شنو الكلام هذايا؟ عصابه من المنحرفين. السؤال الموالي فتح العيوني، كيف تتخيل وتتصور طريقة خروجك من رئاسة البلدية بالورود ودموع الوداع وعلى الأعناق، مطرودا ومعزولا ومغضوبا عليه، خروج عادي وهادئ؟ الخروج مش اللي تطمح له، اللي تتصور. لا الخروج بطريقتي، يعني هو بالصندوق، كان الصندوق قال لي أخرج مش نخرج، كان الصندوق قال لي باش نجدد لك تو نجدد، لكن انا لحد الوقت الحاضر مازال ما قررتش باش نجدد ولا ما نجددش. لكن اللي متاكد منه واني باش نخرج بالورود هذا خارج، متاكد منه وعلى الاعناق لا على الاعناق اللي اساليب قديمه ما عادش نمشيو فيها، ما نقبلهاش انا، ما نقبلهاش. اما الورود ما هذيك متاكد منه. انت قبلت باش يعملوا لك عيد ميلادك في البيرو نتاعك في البلديه؟ لا مش انا قبلت، لا ما تقولش قبلت. هذه تصويره. انا فوجئت. اي نعم فوجئت. هاي التصوير. وهنا باش نحب نقول لك عيد ميلادك وقتاش هو؟ نهار 5 نوفمبر. مش بعيد. مش هما الصور هبت يوم 7 نوفمبر، مش تخيلوا نهار 7 نوفمبر جبت الخدام وحيت البلديه. وانا 5 نوفمبر. انت 5 نوفمبر. 5 نوفمبر. ضربت على البار. استنى خلينا نكمل لك بعد الساعة. معناتها هذا كل مفاجأة. مفاجأة طبعا. الخدام الكل حاضرين والموظفين حاضرين والإطارات حاضرة. اي نعم. أنا ما عندي حتى علم، كنت في نشاط خارجي. السيد الكاتب العام سي عبد الجليل ربي يبارك له، ربي يشدنا فيه. عمري ما شفت مسؤول نشر تصوير عيد ميلاده في صفحة البلدية. هذاك الدليل نتاع النجاح، لأنك أنت اليوم أنا شعملت في البلدية؟ احتفال بعيد ميلادك هو النجاح؟ شعملت أنا في البلدية؟ اليوم أنا دخلت تقاليد جديدة في العمل البلدي. الاحتفال بالعيد ميلاد؟ لا دخلت تقاليد جديدة. شي التقاليد الجديدة دخلتها؟ دخلت مفهوم الأخوة، مفهوم العائلة، الله أكبر، مفهوم المحبة داخل البلدية. شو اللي دان؟ نعطيك مش عندك العاش غزرت كذلك بركة. أنا كل رأس عام نشر خبز الجاتو وندور على الدوائر متاعي وعلى الورشة وعلى الخدامة
خبزه 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 الناس كنا نحتفل بهم في العيد نشي ولا علاش نحتفل مع الخدامه هما اللي الخدامه اللي باش يطهر نفرح له به واللي باش يعرس نفرح له واللي باش يملك نفرح له واللي حتى عيد ميلاده انا نفطر نفرح لهم به دخلت التقاليد هذه الى اخي اخي هما بارك الله فيهم حبوا يردوا لي الجميع يعطيهم الصحه وتحيه لهم وتحيه لكل خدمه البلديه واداره البلديه على هاللفته هذه وانا دائما نعتبر شخت بالاحتفال بعيد ميلاد شخت لانه هذايا دليل على مدى أنا ما شفتهاش نجاحي وقربي منهم على كل وعلاقه المحبه اللي بيناتنا كل عام وانت حي بخير سي يعيش كيسلي وبارك الله فيك وان شاء الله كل مسؤول هك كل مسؤول يحتفلوا له بعيد ميلاده في طبعا ان شاء الله واضح السؤال الموالي تسميه الكرم بالاماره في عهد بلديتك هل تشرفك وتسعدك تزعجك وتخذبك تعتبرها حقيقية ومناسبة دولة محال أنت قلت حاجة قبل أي هي والله تنجد تقول الأولى والثالثة تشرفني وتسعدني ونعتبرها حقيقية ومناسبة تعتبرها إمارة الكرم لأنه أنت شوف في العالم المدن الجميلة جدا والناجحة يطلقوا عليه اسم إمارة انت مثلا في فرنسا شوف اماره شنو موناكو اماره موناكو في اسمها في امارات دبي اماره دبي تعرف علاش سموها اماره خاطرها اماره خاطرها قانونيا أي. وسياسيا هي اماره أي. انت تحلم تاسيس اماره لا 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 انا نحلم بانها نجعل منها متميزه وتشعر انك امير على مستوى الحضاره وتشعر انك امير مادام اماره لا مش الاماره لابد لها من امير وسيادتك يظهر لي حاسس بروحك امير وتتصرف كامير لا 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 على اماره الكرم الأمير هو ذي لقب ماهوش داخل في الألقاب مادام سميتها إمارة الألقاب المسمى مش أنا سميتها إي مادام سميتها إمارة وشيخة لا مش أنا سميتها أنا قلت لك سماوها بارك الله فيهم احترامنا سماوها اللي سماها يا خويا أنا نحول المفهوم نتاعو اللي يحب يبعثوه نحول من الجانب الإيجابي علاش تصور سلبي يا سيدي رد لنا الكرم كي موناكو خذ سلطان مش أمير لا هي ولي سلطان هي بدأت نسميوك السلطان هي بدأت تقارب المدن تقارب موناكو ما قلتش موناكو خاطر موناكو فما ظروف أخرى لكن هي اليوم بدأت تقارب شيء ما المدن الجميلة والمتميزة في تونس ما لا مسج دبي خدتك معليش بترول مش عامل دبي اما هي بدات تقارب ادخل انت طول الكرم وكل من يزور الكرم الكرم اللي نعرفوه هذه ولا تحكي على كرم اخر لا الكرم اللي تعرفوها انتم ورب اللي عندكم ما شفتوهاش معناتها نشوف في الكرم مانيش نشوف اللي تحكي فيه معناها لا ما شفتهاش انت وين شفتها لا شفتها لا ما شفتهاش شفتها لا ما شفتهاش لكن شفتها تتبدل راي شوف رامبوانات جدد نشوف ايش هما نشوف شو هما ما دخل المدن ما دخل الكرم الكل نشوف منين تدخل في القصايد نتاعك في المدونات كنت دخلت قبل تدخل تدخل تلقى كشك والكشك هذاك فيه سيكليست وذاك فيه بيع لك درشون وذاك فيه درشون وانتصاب فوضوي اليوم تبدلت ولات اليوم معالم تاريخيه تدخل سنخن تدخل من هنا تلقى اكبر اول ساحه خاصه بالفن والفنانين نحترم السؤال الموالي اي السؤال الموالي هو موقف اللاعب أبو تريكا تعرفوا أبو تريكا أي طبعا شو بالله أبو تريكا ضد المثليين الذي أثار ضجة في العالم يجعلك تعتبره بطل واحد بطل شجاع يجب دعمه ومساندته اثنين متهور وكان عليه الاحتفاظ برأيه ثلاثة المفروض أن يحترم الحريات الشخصية لا هو بطل شجاع ويجب دعمه ومساندته طبعا تشاركوا نفس الموقف من المثليين شيء طبيعي وأنا أعلنت قبله هو عن الموقف ذا شو كلام هذا شو هذا حديث نتحدثوا قدام عائلاتنا وبناتنا وأولادنا تو اليوم هذا كلام هذا اليوم هذا حديث نقولوه تو اليوم في بالي احنا عندنا دستور يحترم الحريات الشخصيه ويحترم الدستور تعرف شي نص ولا الدستور يقول لك تونس في الفقره الثانيه من التوطئه تقول لك يتمسك الشعب التونسي بتعاليم الاسلام يتمسك واضح واسمه الفصل 6 تعرف شو يقول حمايه المقدسات من المقدسات من عدم النيل من الامن المشهري ما في الحاله هذه سكر اذا تمشي هكا الاسلام يمنع وشنو يحرم تنجم تسكر البيران اللي موجودين في الكرم لا ما سكتش بيران ما تنجم تسكرهم لا 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 ل
مش كيف كيف الخمر لا. ما هوش داخل لا مش 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 داخل هذه لا نحكي لك انا ما هوش كيف كيف مش معناه ندعو فيك باش تسكر استنى عدل انا في المثلين عندي فصل قانوني اسمه الفصل 230 المجله الجنائيه مش بتش القانون يا ودي شو قلت الاسلام والاسلام في جاي مش في الدستور والدستور مش القانون القانون القوانين شنو هذا من جبته انا خلينا نحكي في المطلق انا نحكي في القانون جدال للاسف الفقره الثانيه من التوتم الدستور خلينا نكمل لك والفقره الثانيه من التوتم الدستور تعرفش يعتبرها الدستور فصل 140 يعتبرها جزء لا يتجزا من الدستور والوقت انتهى السؤال الموالي فتح العيوني محمد عبد مقارنه بك سياسيا اي واحد اجعوا منك في النضال ضد بن علي اثنين اجدروا منك بنيل منصب وزير ثلاث لا تعتبره شجاعا في النضال ولا جديرا بالوزاره بصراحه لا الوانيه اجع منك في النضال ضد بن علي اجع منك في النضال ضد بن علي اجع مني كيفاش اجع مني هو قال كلمه الحق وقت بن علي وتحمل مسؤوليته على خطره وتخلى الحبس على خطره وانا بين وقت الوقت اللي وقع استدعائي واستقدامي لامن الدوله وقفت اني الدفاع عن القضايا اللي نتاع الحريات والسمين لا ما تعرضتش انت نفس التنكيل والواحد ما تعرضتش انا وقت اللي بدا لا تعرضت ما نحبش نحكي في الشيء هذا كل لكن هو اجع مني باش نقول لك انا لا ادعيه هاو عندي سؤال في نفس السياق وهو عندك وقت ربحته من السؤال هذا أيه؟ السؤال الموال أيه؟ في عهد بن علي أيه؟ كان فتح العيوني مناضلا شجاعا ضد الاستبداد اثنين خبزيست مسالم ومهادن ومحايد ثلاثة في خدمة النظام وخائف منه ويخشى بصراحة بصراحة بما أنك تجرأ تجرأ مناضل أنت كنت يعني مناضل شجاع, مناضل شجاع ضد, الاستبداد ضد الاستبداد واسأل أنت خاصة الناس اللي توقفت في الكل شكون كان متصدر الدفاع عليهم في القضايا كلها ولكن بعد ما تم استهدافي وتعلقت بي تهديد كبيرة برشا باش نعطيك أنا دليل أرجعت على شوية دليل على أنك كنت مناضل كبير في عهد بن علي باش نعطيك مقال يدل على النضال نتاعك كذا وموجود في الفيسبوك وموجود زاده حتى على الورق وثبتنا فيه نشوفوه مع بعض مقال في تمجيد بن علي التغيير الذي احدثه سياده الرئيس زين العابدين بن علي في تونس والله يعطيك الصحه 7 من نوفمبر 87 لا بارك الله فيك اللي جبته هذا والله العلي خاطر كل مره هبطوا في الفيسبوك اما كان كملت ما فما ستار برك ما كملتوش اي اللي هو تابع الكتاب لا من كتب المقال؟ من؟ هو السيد الأستاذ صالح بوراس رئيس أول محكمة التعقيب مش أنا مش أنت مش أنا كتبه يعني هذه فوتوشوب أنا قلت لا 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 أنا كتبت كتاب وحطيت هذا بشوية ساعة كتاب على الصرف كتاب اسمه المجلة التشريع على الصرف فوالا شفته الكتاب هذا قدمه لي هو الاستاذ صالح بوراس هو نحب نوجه له تحيه كبيره برشا وخرجت وخرج هو رئيس الاول المحكمه خرجت هو في المقدمه من القاضي من القضاة افض نحب نوجه له تحيه هو بارك الله فيه تفضل موجود في كتابك هذا ولا هو كبريفاس موجود في كتاب هو قدم تتبنيه انت هكا حطيت في كتاب التمجيد لبن علي هو كتاب قانوني هو الساعه مش كتاب سياسي راه اللي قال السابع من نوفمبر اللي قالوا هو تو هو كلامه هو كلامي انا تو انا قلت على كتابك هذه لقيتها من كتابك كلامه هو يا اخي تو انت نجيب لك في كتابي نجيب لك مقال نتاع فلفل تسمى تعيانة تو كلام هذايا كتابك وقت استشهادات نحطهم انا دخلينا في كذا خير لا لا كلامي مش كتابي كتابي كنت مناضل ضد بن علي كنت تخدم في قناه حنا كرونيكور في قناه سهر الرئيس السابق اي عاتشبي كنت تخدم شو نصر ربي كنت ننشط في النشط في حصص شنو فنيه ولا واحد لا فنيه انا كنت اي انا كنت انا كنت نقول ونتشرف انا اول برنامج تعمل في تونس اللي هو واجه بن علي هو برنامج على الحسينية مش للدرجة هذه لا للدرجة هذه كان برنامج جريء أما كيفش؟ كان كيفاش تعالوا نكروا هذايا توا كنا نحكيو في أول برنامج واجه بن علي واعي يعني بن علي والنظام كانت قناة معارضة قناة حنا بعض قناة سهر الرئيس شوف. بن علي كانت معارضة لبن علي ولنظامه لا لا ما وصلناش للدرجة هذه احنا شو أخذر هي شوفي هي أولا كانت البلاد معتمة جملة ما ثم حتى مكان كانت جرأة مقبولة وجرأة معناها
كان معت البلاد معت ما جبله ما عندك حتى مكان حتى مكان لا عندك اخزن ليها بخلينا نفسر لك حاجتين بربي ساعه سمير سبقتني برشا ورطت علي برشا نرجع نقطة وين كم ترش منها خاطر الوقت لا 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 ما عندك كل... عندك بقيه لا وقت هذاك هذاك كل ما في الامر يتمثل في حاجتين برك هاوش المقاف علاش نقول لك السيد في صلاح ورس ماش ما تكتبش كتاب يمجد في بن علي لا مسكين حاشا اكتب كتاب مقال قانوني او راك راي قانوني شفاش تمثل لا 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 شتمثل شو الكلام اللي قالوا قال وانه تونس مرت من اقتصاد منغلق الى اقتصاد حر بموجب قانون الصرف اللي كان في 77 نوع وبعد 93 ولا النوع هذا شقى و93 جاء داخل في اطار الحركه نتاع التغيرات اللي صارت في البلاد هذا شقى وبالتالي ماهوش يشكر في بن علي واش كان في كذا هو يشكر في التمشي او بالاحرى يذكر في التمشي التحرري مش في الاقتصاد التونسي ما عندوش علاقه بالسياسه الموضوع هذاك النقطه الثانيه بالنسبه وفي الوقت عادت تجاوزنا برشا لا لا بالنسبه لقناه حنا بعد تجاوزنا برشا تجاوزنا برشا ما كانتش قناه معارضه ما كانتش قناه لا وما كانتش قناه مواليه زاد تجاوزنا قناه كقناه سهر الرئيس راه اي ولو مش قناه سنت البرنامج اللي شاركت فيه انا مش العبره في القناه شنو هي البرنامج اللي شاركت فيه انا هو برنامج معارض تعرف المعارضين شكون كانوا وقتها ما يظهروش في التلفزه ممنوع يتعداو في التلفزه كان نجيب شاب يتعدى في الحنبعل كان يتعدى في القنوات انا نحكي على برنامج كان يتعدى في الوطنيه نجيب انا شاب. نحكي على برنامج مصطفى جعفر كان يتعدى في الوطنيه انا انا قلت لكم انا قلت لكم وصلت للمستوى الناس هذوما انت مناضل لطيف معارض لطيف سميه ميساج المهم معارض معارض المهم لكن ما ظهرتش في برنامج نمجد السؤال مهم او نشكر انا ظهرت في برنامج قعد اول برنامج جاري في تونس اللي هو تصدى للمظالم صار وقت بن علي السؤال الموالي لفتح العيون اكثر طرف تعتبره اضر بتونس من هذه الاطراف واحد حركه النهضه حزبا وحكومات اثنين اتحاد الشغل والنقابات ثلاثه احزاب واطراف اخرى وتسماه دقيقتين والله شوف هذا من كل مجتمعين كل مجتمعين كل واحد عنده نصيب واضح كل واحد عنده نصيب واضح هكا ما نجيبش نقول لك انا شكون لكن كل عنده كل واحد عنده نصيب فما بتفاوت طبعا واضح فهمتني واضح. لكن كل واحد عنده نصيب واضح به السؤال الموالي وبطبيعه احنا ننوعوا في الاسئله راهو ما فما اسئله خفيفه جدا وفما اسئله ثقيله وفما اسئله سياسيه السؤال الموالي الفنانه هيفا وهبي واكيد تعرف تعرفها طبعا هيفا وهبي اي نعرف علاش ما نعرفهاش ماذا تمثل علاش ما تعرفهاش اي ماذا تمثل بالنسبه لك واحد لا تشاهدها مع عائلتك اثنين فنانه ناجحه صوتا وحضورا ثلاثه لا تستحق ان تكون فنانه اصلا والله لم اشاهدها ولا اشاهد لا مع لا وحدي ولا مع عائلتي ابو مالك كيفاش تعرف معروفة سبحان الله أنت توا ما تسمع في الراديو كل يوم من غير ما تشاهدها ما تسمع في التلفزة كل يوم أخي لا تسمع كل هيفا وهبي تتعاود الكلمة هذه كل يوم كل يوم تسمع فيها هذه أسماء تتردد يوميا قلت نسمعها في التلفزة الأسماء تتردد يوميا التلفزة نتاعك ما تسمعك أسماء لا 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 فما فرق بين أنك أنت تقعد بالذمة تتفرج وبين أنك تسمع بحد يغني ولا قالوك عليه ولا سمعته في كذا وهذا خاصة اليوم الإعلام للأسف الشديد وقت ما بحكم ولا التجارة انت تسمعها لا هي بزنس اليوم مش تسمعها ما تغنيش بزنس هو اليوم مش هو شو البزنس هو اليوم انت صناعه نجوم صناعه نجوم شو معناها صناعه نجوم ياخذ لك فنانه تافهه ولا فنان تاف ويبدا نهار كامل يكرر لك في تسمع في الاذاعه في الصباح في مره ثلاثه في الاذاعه الفنيه حتى لين بالسيف تولي انت من غير ما تفيق به يولي يحتل المساحه في مخك انت حال التلفزه وقاعد مع العائله تتفرج تتعدى هيفا وهبي تبدل لا ما نتفرجوش ما نتفرجوش تبدلوا بتبيع بدل قناة أخرى متبيع من بدلوه ما تفرجوش فيها بدل قناة زيتون بدل قناة لا ما قلتش قناة زيتون عليها قناة زيتون مثلا ما قناة زيتون ما باش تستغفر لا لا, لا 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 شوف ايش اقول لك حاجه الفن هذا يا سي سمير هاك سميته فن اي الفن بصفه عامه هو شو هي حاجه من الحاجيات اللي يستحقها الانسان ما ثمش انسان يعيش بلاش فن واضح ولا ترفيها وتثقيفا وتوعيه ولا كذا ثم فن للترفيه يشبع الروح فما فن يشبع المشاعر فما فن يشبع الغرائز فن كل إنسان يا عندك حق كل إنسان وشو الفن اللي لوج عليه هو فن الرقص اللي عنده مشكلة في الغرائز متى يتبح
واللي عنده مشكله في الروح يتبع حاجه اخرى. عليك غرايز، عليك ضروره غرايز، كل واحد حر في كل واحد وشون يقصد. فن الرقص مثلا حسب فرويد، كل حد شون يقصد. فن الرقص اللي عنده العقد الفني تبع الفني تبعه. فن الرقص مثلا شنو تعتبره؟ لا ما قلت رقص من رقص يا اخي، فما الرقص اللي هو تعبير جسماني بمعنى أن يوصل رسالة، وفما الرقص اللي هو قاعد إيحاءات شيء اللي يوصل رسالة. أنا هو الرقص، فهمتني؟ أنا هو الرقص. طبعاً ما معرفش إن برشا رقصات ترفيهم أنت فكل مش نعديه لك رقصة قل لي يعدي يوصل رسالة، وشنية الرسالة اللي يوصل؟ عديه الناس الرقص الموهوب رجدي بالقاسمي. شنو رايك كذا الفنان الموهوب والراقص الموهوب رشدي بالقاسمي؟ تحيه لي. شنو رايك؟ شنو ما فهمش الرقص هو لا ما فهمش ما فهمش ثلاثه اجوبه وشنو هيك العالم؟ لا ما فهمش هذا في داخل سؤال اللي فات. شنو رايك فيه؟ عنده جمهور واللي يحبوا يتفرجوا فيه. ما فهمش رساله، ما شفتش رساله. شنو ما شفتش رساله في ما فهمت حتى شي رساله. رساله شنو؟ لا بالنسبه عنده جمهور يتبعوك انت ماكش من جمهور الفنان. لا مش من جمهور. علاش؟ شنو العيب اللي شفت؟ انا ما قلتش، انا قلت عيب. انا من الجمهور وكو. علاش انا من الجمهور؟ ضد انه راجل أخي ما اذواق يا ولا ضد انه راجل يرقص بالطريقه ما اذواق يا ولا انت ضد اذواق انت ضد انه راجل اللي يرقص بالطريقه هذه؟ هذه جمهوره يا اخي، وجمهوره يحكم عليه، انا ما نحكمش عليه وما نتبعوش وما عنديش علاقه به. وتعتبره فن بدون رساله؟ انا بالنسبه لي انا هذا فن تابع جمهور معين كو، مو جمهوري انا. انا هو الرقص اللي تحبه انت سي فتحي اللي تقبله اللي انت من جمهوره الرقص؟ والله فما الرقص اللي هو تحسه معناها يحرك فيك شي، يحرك نخوة، يحرك فيك رجولة، يحرك فيك شهامة، يحرك فيك مشاعر نبيلة. هذا هو الرقص اللي هذا ما يحركش فيك رجولة انا ما يحركش في هذا بالطبيعة. شي يحرك فيك؟ ما حرك فيها شيء، انا قاعد بالنسبه انا ما عندي شيء. هو الرقص اللي يحرك رجوله وشهامه ونخوه. حط مشيت نقول لك انا هو الدبكه برشا انواع، ماشي ما نمش نقول لك انا بالضبط فزاني. فما برشا انواع رقص. شكون مثلا؟ نجوى فؤاد، فيفي عبدو، الرقص الشرقي، هذوما عندهم جمهور وانت تعرف ادرى بهم. لا مانيش انا مطلع عليهم، انا مانيش ضدهم. اي انت ادرى بهم. ايش قلت لك؟ السؤال الموالي، اولا ربي يفضلك بناتك، انت ابو البنات، عندك ثلاثه بنات ونعم بالله. والسؤال افتراضي ما يتعلقش ببناتك لانه شقوا طريقهم وشافوا مستقبل الحمد لله. ولكن لو ان احدى بناتك لديها موهبه الغناء او الرقص او التمثيل، هل تمنعها تماما من ممارسه ذلك بالاقناع او الاجبار؟ اثنين، تسمح لها بذلك لكن بشرط ورقابه؟ ثلاثه، تترك لها الحريه التامه في ممارسه فنها؟ لا نترك لها الحريه التامه في ممارسه فنها. ما عندكش مشكل؟ لا ما عنديش مشكل. تمثل، تغني، ترقص؟ ما عندي حتى مشكل. بون ما عنديش مشكل. لا ما عنديش مشكل حتى ولو فنها ما يأديش رساله كما انت. لا لا ما عنديش مشكل، لانها بالنسبه لي انا الجبر والتسلط هذا معادي للقيام من نمنو به. لكن كنت ضد نوعيه تاع رقص ونوعيه تاع غناء ونوعيه تاع تمثيل. اللي يختار طريق، اللي يختار يتحمل مسؤوليته، يتحمل مسؤوليته. واضح ولا؟ وبالتالي القيم هذه، القيم هذه ما تجيش بالإكراه، تجي كان بالاقتناع. أنا أحمد الله على حاجة، وأني في علاقتي ببناتي أني كانت علاقة كلها قائمة من الصغرى، يعني من اللي هما صغار على النقاش وعلى تبادل الآراء وعلى الإقناع والاحترام المتبادل. يعني ما عندكش مشكلة أنها مثلا وبالتالي أنا الأسس اللي بيت عليهم ديما نقول لك افتراضي، ما عندكش مشكلة أنه لا بنتك لا علاش نقول لك ما يقلقنيش؟ لأنها حتى باش تمارس أي حاجة عندها خطوط وعندها أسس تربت عليها، ما تعملش حاجة اللي هي غالطة أو في طريق غلط. واضح أنت تعتبر نوعية نوع من أنواع الرقص غلط. أنا ما قلت لا غلط لا صحيح، أنا قلت كل ما في الأمر، وأنه
كل رقص عنده جمهور وكل فن عنده جمهور. به. أنا بالنسبة لي أنا هذاك مني الجمهور. به. به. واضح. به. السؤال المول، عشاء مع شخص واحد من ثلاثة، شكون تختار؟ واحد ألفة يوسف عشاء يعني عشاء أي صديق أي. اثنين مايا القصوري، ثلاثة بشرة بالحاج حميد. بشرة بالحاج حميد علاش؟ هما توا ثلاثة ما نتعشاش معه لكن مادام انت خيرتني من ثلاثة هذوما الثلاثة، مادام الثلاثة لازم نختار منهم واحدة. هو الجواب الأصدق ما تعشاش مع حتى واحد. بشرة بالحاج حميد. إي أما الجواب الأصدق هو حتى واحدة منهم. ما نتعشاش مع حتى واحد منهم. علاش؟ بشرة بالحاج حميد لسبب بسيط، لأنه راجل صاحبي. آه واضح. هكاو. سينو معناها لو كان مش راجل صاحبي. لا سينو من 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 من. علاش عندك موقف منهم الثلاثة؟ لا خاطر شوف كان عشاء وباش ناكل ونشربوا. نشرب مع الثلاثة ما يقلقنيش. كان المقصود نقاش. بالعشاء بالعشاء هذايا المقصود انك انت من اقرب اليك لتنسجم معه على طاوله العشاء تقولك حتى ثلاثه حتى واحد لنسجم معه في حتى شيء في حتى شيء شيء طبيعي ما تفهم معهم في حتى شيء ما تفهمش معهم في حتى شيء لا لا ما تفهموش معناها ما تفهموش بكل بكل علاش لانه لانه يمثلوا التيارات اعتبرها انا التيارات معاديه للهويه معاديه لل هكا لشخصيه البلاد ومتعادية للقيم تاع البلاد. هم يعتبروك انت معادي للهويه للهويه تاع البلاد حقهم ولقيم الجمهوريه حقهم حق ولقيم الدوله ولا للجمهوريه في حد ذاتها حقهم 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 رايهم كيما انا رايي انا ذاك كيف كيف هذا كيف كيف ذاك راي. السؤال الموالي، الخمارات والملاهي في بلدية الكرم موجودين، خمارات وملاهي في منطقة الكرم اللي أنت رئيس بلدية، واحد تتمنى غلقها وترحيلها من مرجع نظر البلدية، اثنين تدعمها وتشجعها وترحب بأداءاتها ومساهماتها وتبرعاتها، ثلاثة لا يهمك وجودها ولا ترى في وجودها وأموالها فائدة. شو أتمنى مش بالمعنى هذا لكن لا يهمك ثلاثة لا يهمك وجودها ولا ترى في وجودها لأنه نرجع للفكرة اللي نمن بها أنا ثلاثة لا يهمك وجودها ولا ترى في وجودها أموالها فائدة ما يهمكش وجودها لا وشو بالضبط أنا فلوس الخمر هي تخدم قاعدة تخدم في إطار القانون ثلاثة عندي ثلاثة خمارات تقريبا يخدموا في إطار القانون ويخدموا بنقول في إطار القانون ما هم مش قاعد فيهم إزعاج لحتى حد للناس فهذه الداخل في إطار ممارسة الحرية الشخصية بتاع الناس هذوما اللي يجي غاديك الهدايا هدايا تربي أنا ما ندخلش في قلوب الناس وما نجيش نجبر الناس لأنه اليوم نجي نسكر الخمار ما قلتش تجبر أنا قلت في قرار في قرار أنا نسكر الخمار شو يصير يصير وأنه تدخل ما تنجمش تسكر تنجمش تسكر لا تنجمش تسكر لا نجم تسكر بالقانون تنجم تسكر لا بالقانون نجم تسكر كيفاش إلا إذا ارتكب مخالفة يا سيدي أنا نسكر بدون مخالفة بموجب أحكام الفصل 266 أقرأوه أقرأوه كل شيء نجم نسكر شيء طبيعي لا قانون شو نسموه تسلط القانون أعطاني هذايا القانون أعطاني قانون نجم في قرارة نفسك ماذا بيك تسكر خمرات لا 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 ما قلتش في قناعاتك معناها مش في أنا إيماني إيش إيماني في أنه لأنه مش هادر أنا إيماني أعمق من تسكير الخمارات أو فتح الخمارات أنا إيماني في أنه اليوم نفعلوا دور المساجد في البلاد ونحييوا التربية الدينية في البلاد لأنه كان نخدموا على هذا طول الخمارات تبقى ما تلمعش تلقى شكون يمشي لها أما أنت اليوم مسيبين المفاسد في كل مكان وعاملين تضييق على كل ما حقوق دينيه في البلاد وبعد تقول يسكر الخمر شو ما معنى الكلام هذا كلام ما عنده حتى معنى اليوم الاصل في الاشياء هو انه نبنيو الجيل نتاعنا وبناتنا اولادنا على الاسس نتاع التربيه الصحيحه وقتها باش تخاف عليهم كما قلت انت تخبيك على بناتك نفس الشيء ربيت على التربيه الصحيحه ولذا عارف حتى كيف نعطيهم الاختيار يعني الشعوب يعني الشعوب المتحضره مشكلتها الخمرات شنية؟ شعوب المتحضرة في اسكندنافيا ولا في النرويج هذيك بيئة أخرى مش بيئتنا احنا يا سي سمير هذيك بيئة أخرى ناس منظمة عندهم تنظيم معين عندهم تقاليد بالنسبة لهم ما يخلطوش احنا المشكلة متاعنا أنه مخلطين ما نعرفوش نفنشوا البيئة وشو صحيح السؤال القبل الأخير من ركن هل تجرؤ فتح العيوني دعيت إلى مأدوبة عشاء أو غداء كرئيس بلدي ووجدت الخمور على الطاولة واحد تعتذر وتنسحب بهدوء اثنين تجلس عادي ولا تبالي ولا تنزعج ثلاثة
تسأل قبل تلبيه الدعوة عن الخمور لتقرر. تسأل قبل تلبيه الدعوة عن الخمور. كريمة. اي لا اسال صحيح ثلاثه كي تجيك دعوه اجنبيه ولا السفاره ولا الحاجه تسال ثم خمور ولا نسالي نعم باش تمشي نمشي ثم خمور ما تمشيش ما نمشيش خمور بمعنى انه انت قاعد فرد طاوله والخمور بجنبك ما نمشيش وانت قاعد في بلاصه فيها خمور في بلايص لا بعيد عليك مش ما يقلقنيش اما باش نقعد انا فرد طاوله والخمور بحذايا ما نقعدش انت عمرك ما شربت الخمر ما ذقت الخمر الحمد لله ونعم الحمد لله انا عندي معلومات انك ذقت مر لا لا سيدي غلط في حساباتك عمري ما ذقت مره حكي. لا لا عمري ما ذقت لا مش نحكي لا عمري ما ذقت فما مره جابوا لك مول باش تاكلو في مطعم اي بنين برشا اي كليتو ذقتو بنين ياسر كليتو فطرتو وعجبك وكذا بعد اكتشفت انه معمول بالفان بلون لا ما ثمش من هذه لا صحيح لا ما ثمش انا متاكد لا ما ثمش وانا مش وانا متاكد اكثر منك انا متاكد عاد وانا متاكد اكثر أنا منك أنا لا 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 وانا متاكد اكثر منك لان انا مش نقول انا حاضر لا لا لاني انا كي ندخل اي مطعم قبل ما نذوق اي شيء لما نسال مستحيل السؤال الاخير في رك انا متاكد وانت قل لي وانا متاكد اذا كذلك يخرجك حر لا 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 ما يخرجنيش انا متاكد واني عمري نهار لحد تقطر في امي السؤال الاخير لا ما قلتش عن قصد لا قصد ولا عن غير قصد مستحيل به به مستحيل واحد يغلط سبحان الله ما انت تعتبره معناتها به السؤال الاخير اكبر أي. اخطاء راشد الغنوشي واحد ممارسته للسياسه بعد الثوره أي. اثنين ترشحه للبرلمان ورئاسته ثلاثه عدم انسحابه من السياسه بعد 25 جويليه تختار واحد بركه ثلاثه انت تختار ثلاثه 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 بون ممكن لا لا لا, لا لولانيه من بعد كلمه بعد الثوره مهمه خليها هذيك لولانيه خليها ممارسته للسياسه بعد الثوره لعب دور ايجابي على الاقل لا لا اما اثنين وثلاثه هما اللي نمشي فيهم اثنين وثلاثه نمشي فيهم اما الاولانيه اعمال ممارسته للسياسه ولكن كانت ديما اخطاء عندك علاقه طرعا. عندك علاقه به شخصيه راشد الغنوشي ولا اطلاقا 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 ما عندي حتى علاقه به انا عمري ما جلست معاه هكا جلسه كيفي كيفك ابا مستحيل 10 سنين ما جلستش معاه لا 10 لا قبل مستحيل جلست انا وياه هكا جلسه انا وياك وتحدث علاش لا انا اللي انتمي من جهه ومن جهه ثانيه ما عنديش علاقات في لا تنتمي يا اخي اللي قابلوا فيه الكل ينتميوا ما لم ادعى قتلتني بلا تنتمي لا لم تنتمي. ادعى يوم الاجتماع مثل هذا لم ادعى ولكن لا هاو دعاوا برشا ناس انا عمري ما دعاوني في جلسه كيما هكا مستحيل ما عنديش علاقه بالكل أنا أعطيك مثال مثلاً في أنت عندك علاقة خاصة وشخصية بسي حمادي جبالي سي حمادي جبالي صحيح مستشار وقت اللي هو رئيس صحيح. حكومة صحيح سي حمادي جبالي صحيح سي حمادي جبالي عندي عندي عندي, عندي سي حمادي جبالي عندي برشا من القيادة تاع النهضة ناس أصحابي وأحبابي وعندي علاقة بهم لكن هو الحقيقة ما وتتش الفرصة واضح يعني مش عمرنا ما تقبلنا تقبلنا في مناسبات واضح. عديدة لكن هكا باش جلسنا جلسة هكا مضيقة وتحدثنا وتبدلنا الأفكار وتبدلنا الآراء ما صارش انا حسب فكرتي انه معجب بك وانا معجب بمواقفك وانا معجب بي وانت معجب وانا معجب بي طبعا اعجاب متبادل اعجاب متبادل طبعا انا كمفكر ديما نعاود ونقول كمفكر يعني يعتبر من 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 أهم أهم من من جهابذة العصر الحديث أهم من جهابذة راشد الغنوشي من جهابذة العصر الحديث على مستوى الفكر وتجديد الفكر الاسلامي اهم من 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 ألفا يوسف يوسف الصديق لا 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 ما دخل ما دخل شو يوسف, يوسف الصديق شو يوسف الصديق هذا يوسف الصديق هذا يزو يزو يصبط شو ما تقول يزو الصديق شو ما تقول هذا يزو يصبط يزو يصبط اهم من محمد الطالبي محمد الطالبي اهم من محمد أهم الطالبي هشام جعيط محمد الطالبي اهم من هشام جعيط في مستوى هشام جعيط او اكثر راشد الغنوشي اي نعم مي اكثر اكثر حتى مش عايد محمد سنه محمد الطالبي من سنه محمد الطالبي اكثر واحد هاجم وين راهو الله يرحمه الله يرحمه وينعمه كتاباته حاجه وتصريحاته في اواخر عمره حاجه اخرى باش نخرج مش نفس الشيء باش نخرج فاصل اشهاري ثم نعود لمواصله هذه الحلقه المثيره مع الاستاذ فتحي العيوني